استمعنا لصوت الإيمان. استمعنا لصوت الإيمان. يعني ماما سافرت عشان تجيب فلوس أكتر؟ أيوة، وتجيب لعب وهدايا لعمرو كتير. ما حضرتك بتجيب لي لعب وهدايا كتير ومن غير ما تسافر؟ وإن شاء الله بعد ما تخلص أكلك هاخدك واجيب لك حاجة انت بتحبها ونفسك فيها من زمان. ايه هي؟ كورة. كورة وتريننج سوت. هعمل لك دفتر توفير. يعني ايه؟ يعني هحط لك فلوس باسمك لوحدك في البنك، عشان انت دلوقتي كبرت وبقيت راجل، وانا مش وانت مش ايه؟ سكت ليه؟ يا حبيبي يلا كل الاكل هيبرد. بابا انت بتاكلش ليه؟ هاكل حالا، هتلاقيني باكل. عطيات زينهم. زكية بهنسي. سمير إبراهيم. سعدية البرنس. يلا على الزيارة. بالإحالة إلى حكم المحكمة في القضية رقم 2750 لسنة 1979، وبالنظر إلى ثبوت تهمتي التزوير والرشوة واعتراف المتهمة، فقد قررت المحكمة الحكم بحبس أمينة إسماعيل زغلول 10 سنوات مع شمول الحكم بالنفاذ. رفعت الجلسة. احنا ولا حاجة من غيرك خالص يا أبينا. أنا ما كنتش أستاهل التضحية دي كلها. كان لازم أنا اللي آخد جزاتي وأبقى جوه السجن دلوقتي، ولا أروح في 60 داهية ولا أموت حتى. معلش يا أمينة، الدنيا تلاهي،
كل يوم أقول لنفسي بكرة إن شاء الله هزور أمينة، وأنوي فعلا، وفجأة حاجة تحصل تعطلني. حاجة إيه اللي معطلاك عن زيارة مراتك؟ اللي واخد وقتك ومنسيك؟ أنت بتفكري في إيه بس يا أمينة؟ أنا ما خطرش في بالي اللي أنت بتقصده، إلا إذا كنت أنت كده برضو أمينة بتشكي في إخلاصي ليكي. مفيش في الدنيا دي حاجة أبداً تمنعني عنك إلا ده أنا مشغول في الشركة ليل نهار. وعمر؟ عمر مش ناقصه أي حاجة، والبركة في سلوى ومامتك وباباكي، اطمني خالص. جبت له طلبات السنة الجديدة؟ دي المدارس الأسبوع الجاي؟ طبعاً جبت له كل حاجة. تنزل تشتري له شنطة جديدة وتاخده من ايده وتوصله المدرسة أول يوم. حاضر أمينة. أنا طبعاً مش محتاج وصاية، ده ابني. هتجيلي الزيارة الجاية؟ طبعاً. حسين أنا مش عايزة أفكرك أنا جيت هنا ليه وإزاي. عايزاك تعرف حاجة واحدة بس، إنك أنت الخيط الوحيد اللي بيربطني بالدنيا وبابني. زيارتك ليا هي الشيء الوحيد اللي مخلياني استحمل الذل والإهانة اللي أنا بشوفهم هنا. لو اتقطعت الزيارة دي يبقى الموت أرحم. شكرا يا عم مدبولي. عفوا بيه. طيب في ايه يا اسماعيل؟ من مين الجواب ده؟ المدرسة. جواب شكر مع التمنيات الطيبة بالصحة والسعادة. استغنوا عنك خلاص؟ ايوه يا بنتي، اصل كان دم تقيل قوي على قلبهم، والظاهر هما كمان ناويين يجددوا دم المدرسة بمدرسين شبان، ولا يمكن يكون لغوا اللغة العربية خالص. قول لي بقى يا أمينة، ولا مؤاخذة يعني، حصة اللغة العربية بتاعتك دي بتقف عليك بكام في نهاية كل شهر؟ 5 جنيه أكتر شوية. 5 جنيه ده إيه؟ يا ريت الحصة تقف ب2 جنيه. بقى ناس الكلام. عايز الصراحة بقى، ده له زمن المدرسين ولا زمن الوظيفة. أيوة يا حسين، بس زمان كان يقول لك ان فتك المير اتمرمغ في ترابه. 30 سنة بتمرمغ بامانه واخلاص، والنتيجه زي ما انت شايف. كنا بنكمل مصاريف الشهر بالعافيه، دلوقتي ما احناش عارفين هنعمل ايه. مفيش احسن من التجاره، جهد قليل ومكسب كبير. عشان كده انا قررت ما اسلمش نفسي للوظيفه. هتعمل ايه يعني؟ هدخل في مشاريع تجارية. مشاريع تجارية؟ زي ايه يا حسين؟ انا اتصلت برجال اعمال وابتديت فعلا اشتغل معاهم. هو صحيح المكسب في الاول بيبقى محدود، بس خبطة ورا التانية بتعمل خميرة كويسة وتقف على رجليك. وزي ما انت راسي بقى، القرش يلعب القرد. اللي معاه فلوس الناس بتنحني له يا ابو امينه. كان زمان بينحلوا للمدرس، طفل المعلم يوفيه التبجيلا، كاد المعلم ان يكون رسولا. ليل الهموم مشوار والخطوه هم دانا، امتى نلاقيك يا نهار بتمد جوانا؟ ليل الهموم مشوار والخطوه همدانا، امتى نلاقيك يا نهار
بتمد جوانا جوا النفوس اعصار انهار بتسبح نار جوا النفوس اعصار انهار بتسبح نار. فكيها بقى يا ام عم. يا اختي ده القهر ما يجيبش الا القهر. يا اختي انسي بقى انسي كل حاجه، هنا دنيا تانية بس عيبها ان كلها حريم ما فيهاش ولا راجل واحد حتى لو كان عجوز مكحكة. اضحكي بقى يا ام عمرو اضحكي، الضحك هيغلى طوعيني. اضحك تضحك لك الدنيا على راي الواد شعبان، محدش واخد منها حاجه. البني ادم مننا على سفر، النهارده بيغني زي طير الساجر، بكره لا حس ولا خبر. ده كلام شعبان؟ امال ده بيقول مواويل وبيكتب اغاني كمان. شعر برافو يا اختي. انسدي يا بنت انت مالكيش دعوه، وشرفك يا ام عمرو، لولا البخت المايل كان زمانه دلوقتي ولا اجدع مطرب في الاذاعه. تحبيه يا سعديه؟ الا بتحب دي بتموت فيه. تقوليش ابو زيد الهلالي على راي المثل مرايه الحب عاميه. يوجاتك ايه يا اختي؟ اسكتي يا ام عمرو، حكايتنا دي تنفع تتعمل في السيم. الواد شعبان قاعد يحوش في المهر والشبكة 5 سنين. يا اختي 5 سنين، ويا دوب حددنا مع كب الكتاب من هنا واتقفش من هنا، اصله كان بيغش في اللبن، انتص فيها سنة، خد الفلوس وادها لامه عشان تحوشها له، الولية انتصت في مخها وخدت الفلوس واتجوزت عيل من دور عيالها. ادها البومبة التمام وخد الفلوس واتجوز بنت عيلة حلوة صنيورة، اديته البومبة التمام وخدت الفلوس واتجوزت راجل كبير، الراجل الكبير ادها البومبة التمام وخد الفلوس ومن فرحته وقع طب ساكت مات، الراجل ما عندوش ورثة، الحكومة خدت الفلوس ورجع شعبان يا عين امه يحوش من اول وجديد المهر والشبكة. لسه هقول له اوعى يا شعبان تدي الفلوس لامك، اتمسكت انا. شفتي يا اختي شفتي، مش قليل البخت يعضوا كلب في مولد. سمعيها يا بنت الغلوه اللي قالها فيك. يلا فكرتيني، استني كده اما افتكر. اولها ايه يا بنت؟ سعديه. ايوه هتيجي اهي، سعديه والسعد يوم ميلادها ما كان. جمالها فاق كل الجمال، خلى الحريم في خبر كان. بعديها ايه قولي كده؟ بحق حبي. بحق حبي ليها وحق ما كان. جمعنا تحت سقف واحد او في اي مكان. في كازينو ولا سيما ولا حتى في اللومان. وعجبي يا سعدية يا سعدية يا سعدية يا سعدية. الله عليك يا شعبان. يا اخوانا مش هتعزوا في محمود سليمان ولا ايه؟ الله ايه هو مات؟ مات امتى؟ النهارده الصبح وقع في الشارع وهو ماشي. الله يسامحه بقى، دخلنا الخدمة أنا وهو وعثمان في يوم واحد واشتغلنا سوا في الأرشيف، وبعد سنة واحدة بس اشتغل في سكرتارية المدير، وهوب بقى سكرتير المدير، وهوب هوب بقى مدير مكتبه، وهوب هوب هوب اتجوز بنته، وبعد شوية صغيرة هوب بقى مراقب عام. وربنا اداله من هنا واللي وراه لنا ما حدش شافه، كان بيمر علينا زي ما يكون ما يعرفناش، وما لم دف خدمتنا بالعقوبات، وفضل يترقى واحنا زي ما احنا. ما كانت الفرصه قدامكم، ايه اللي خيبكم؟ اللي خيبنا هو اللي خيبك يا اسماعيل، اللي بينطرق زي الصاروخ لازم تكون عنده مؤهلات خاصه، هي الدنيا كده. وعمل ايه يعني لما انطلق زي الصاروخ؟ بياخد ما هي كام حضره المراقب العام ده؟ 100 150؟ لا لا لا، طيب ياخد له 160 جنيه. ياه 160؟
بعد 30 35 سنة وقاعدين تتحصروا؟ المسألة مش مسألة فلوس يا مسعد. أمال مسألة إيه؟ شرف المنصب طز في المناصب. الفلوس الفلوس هي اللسان لمن أراد فصاحة. أنا لولا لحقت نفسي وقدمت استقالتي وعملت البوتيك كان زماني مش عارف أعيش ولا أربي الأولاد. كانوا كلهم ضدي. اللي يقول لي حد يسيب الوظيفة المحترمة ويشتغل تاجر شنطة، واللي يقول لي مركزك وضعك الاجتماعي كلام فارغ. أنهي مركز؟ القرش هو اللي بيعمل لك مركز وقيمة ولا ايه يا استاذ اسماعيل؟ الله 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 الله، ايه ده يا اسماعيل؟ ايه اللي عمل فيك كده يا اخويا؟ نبيه بيه. نبيه بيه؟ نبيه بيه مين؟ نبيه بيه سلطان. لسه فاكر اسمه لحد دلوقتي. كان بيقعد في اخر تختة في الفصل وكان بيطلع الاخير دايما على تالتة رابع. كنت دايما اقول له على فكره يا نبيه انت اسمك على غير مسمى، لكن هو طلع على مسمى. وهو اللي غرقك كده؟ طب ازاي؟ احنا السبب يا دولت. قعدنا على القهوه في سكه الخنزيره بتاعته ومع ذلك اعتذر. طب اقلع، دي لازم تروح للتنترلين. نفترلين ده ايه؟ هياخد فيها اكتر من تمنها. ولعيها بالبنزين، قصدي نضفيها بالبنزين. عارفه بس كان لازمته ايه قعده القهوه دي؟ يا سلام، حرام يا دوله تريح رجليا شويه باللف على المدار الصبح وبعد الظهر. على الله يكون بفايده. ابدا متسدده. عمري نام؟ ايوه نام من غير ما يذاكر ولا كلمه النهارده. ما هو ما بيذاكرش الا اذا كنت انت قاعد معاه. ابوه فين؟ ابوه؟ هو حد بيشوفه غير نص الليل؟ وبعدين من امتى يعني احنا بنعتمد عليه؟ الساعه بقت 11 ولا هو ولا سلوى رجعوا لغايه دلوقتي؟ بقول لك ايه؟ ما انت كمان لازم تشوف لك حل مع البنت دي. خلاص ما عادتش تقعد ابدا في البيت، كل يوم والتاني سهر في النوادي. الناس ما بتسكتش يا اسماعيل. صباح على خير. هو انا يعني مش بكلمك؟ تعبان، هروح انام. مالك يا اسماعيل؟ في ايه؟ ولا حاجة. ولا حاجة ازاي بس؟ ده انت شكلك متغير خالص. كل ده عشان البدلة اتوسخت؟ ابدا. امال في ايه؟ مفيش. مش هتتعشى؟ مهلك يا اسماعيل، متروق كده؟ امال فين ضحكتك الحلوه بتاعت زمان؟ ضحكتي؟ انا خلاص يا دولت زهقت من حياتي كلها. ما بقاش في معنى للعيشه دي خالص. يا ساتر يا رب، ليه ده كله؟ بناقص يا اخويا الدروس الخاصه اذا كان ده مضايقك. تقدري تقولي لي يا دولت انا خدت ايه من الدنيا دي كلها؟ طول عمري فضلت اربي وفي الاخر النتيجه صفر في كل حاجه. البنات واحده في السجن والتانيه متطلقه ومفيش عزب. مفيش حاجة يا دولت، حتى الشغل ما بقاش يجيب كرامة. شكلي كان وحش قوي و
وانا عمال الف على المدارس طول النهار، بقيت عامل زي الشحاتين. هو مدرس على المعاش يعني، بقيت زايد عن الحاجه. كفايه علينا المعاش، وكم درس خصوصي السنه دي وخلاص، وهي تتدبر وما تشغلش بالك. كم درس خصوصي؟ منين يا دولة؟ منين؟ ما على يدك طول السنة اللي فاتت ما لقيتش دروس خصوصية غير تلميذ واحد خيبان أبوه عاوز ينجحه بالعافية. بالعافية. أولياء الأمور النهاردة ما بيعترفوش غير بمدرسين المدارس عشان بيبقوا عارفين الامتحانات وبينجحوا لهم ولادهم، مش بمدرسين اللي متعينين بالقطعة زي حالاتي. فما بالك بقى لما يبقى مدرس قاعد في البيت كمان. اللي بيطلع المعاش بيبقى طلع المعاش في كل حاجة يا دولة، حتى المهنة ما بقالهاش احترام ولا قدسية زي زمان. الظاهر الدنيا اتغيرت واحنا مش واخدين بالنا يا دولة، والظاهر ان حسين ومسعد عندهم حق. مسعد مين؟ مدرس زميلي ساب التدريس وفتح بوتيك. عارفة يا دولة بيكسب منه في الشهر الواحد قد مرتب اللي كنت باخده في السنة زائد معاشي. واحنا يا اخويا من امتى بندور على الفلوس؟ ما هي مستورة والحمد لله. كانت مستورة يا دولة، وكنا راضيين بحنا لما كنت بربي أجيال وشايف نتيجة. لكن دلوقتي خلاص مبقاش في قيمة أدبية ولا حتى مادية. واحنا حنعيش قد ما عيشنا ولا حنطمع في الدنيا على كبر يا اسماعيل؟ على رأيك أبدا. خلاص، أمال إيه اللي مضايقك بس؟ القعدة يا دولة، ما تعودش أقعد عطلان، ما أعملش حاجة. عطلان ده إيه؟ هو أنت شقيت شوية؟ وبعدين خلاص كفاية بقى، وبركة اللي جت منهم علشان تستريح؟ استريح؟ يا دولة، هي الراحة دي اللي حتوصلني للراحة الأبدية. 30 سنة كل يوم أصحى الصبح بدري أروح المدرسة وأرجع أصلح الكراريس وأحضر لتاني يوم وأدي دروس خصوصية، وفي الآخر اقعد في البيت زي الستات. طب هقعد اعمل ايه؟ قولي لي انتي، اقعد اعمل ايه يا دولة؟ استنى الموت؟ استنى الموت يا دولة، استنى الموت. يا اخويا ما تعملش في نفسك كده، الدنيا ما تستاهلش كل اللي انت بتعمله ده. اتفضلي يا أم. كل شهر وانت طيب، ربنا يوسع رزقك ويديلك على قد نيتك، وعيش لما اشوفك متهني بيتك. الله، وانت هتمشي من غير فلوس يا ابني؟ معايا يا أم. معاك من ايه؟ امسك. بيديهم لسامية تجيب حاجة لجهازها. مش لما تبقى تلاقي شقة. هي فين؟ لسه ما رجعتش من الشغل؟ رجعت، غيرت هدومها وخرجت مع خطيبها يدوروا على شقة. تمن الشقة بقت فلكية. دول آخر شقة شافوها أوضتين وصالة ودور أرضي، وصاحب البيت طلب منهم 8000 جنيه. ربنا يرزقهم بصاحب عمارة ابن حلال يرقب بحالهم. وإحنا هناخد في الدور الكام؟ 5 بلكونة. ياه، طب مش ممكن التالت؟ يا ريت يا مزموزيل، كله محجوز. ده أنتوا لحقتوا آخر شقة. والاستلام إمتى؟ كمان 2 سنين نعيشنا. 2 سنين؟ ما اكذبش عليك، انا ان كان عليا الود ودي تخلص النهارده قبل بكره.
لكن انت عارف أزمة العمال. وطلباتك ايه؟ احنا تحت أمرك. طلبات ايه يا راجل؟ احنا عايزين نجوز العرسان. ربنا يكتر من أمثالك. ما تأخذنيش يا ابني، أخذ منك 5 ولا 6 النهاردة خلو، تصبح تشتكيني أروح في حديد؟ أنا الحمد لله عمري ما دخلت اسم بوليس، لا شاكي ولا مشتكي. بلاش تشتكيني، أرفع عيني فيك إزاي في الرايحة والجاية وأنا واخد منك مال حرام؟ حضرتك هتدفع 8000 جنيه. 8000؟ إحنا لسه سايبين شقة وطالب صاحبها برضه 8000 جنيه، وده كتير علينا. إيه 8000 كتير؟ ما تتنازل شوية، أنا خريج جديد ولسه بكون نفسي. يا ريت يا حبيبي، أنا باخد منك وابني، يعني هجيب منين؟ طب مش ممكن حضرتك تأجل جزء من المبلغ؟ يا ريت يا مزمزيل، أنا لو أقدر ما أتأخرش أبدا. طيب، متشكرين قوي، يلا يا سامي. على إذنك. اتفضل. على العموم شاور نفسك، يمكن تقدر تدبر المبلغ، أنا هديلك فرصة يومين. والحل؟ هنفضل كده لحد امتى؟ بالشكل ده الانتظار مش في صالحنا. الشقه اللي ب8 النهارده بكره تبقى ب10 و12. خلاص نشوف شقه مفروشه يا عادل. ايه اللي بتقوليه ده يا سامي؟ تدخلي على عفش غير عفشك؟ المشكله مش في كده، احنا لو سكننا في شقه مفروشه هنبقى مهددين من صاحب الشقه يطلعنا في اي وقت. وهي فين الشقه المفروشه اللي ايجارها معقول دلوقتي؟ ده اقل شقة مفروشة ايجارها 500 جنيه في الشهر على الاقل. عندكم استعداد؟ منين؟ ما انت عارف. طولوا بالكم يا ولاد، كل عقدة وليها حل. ازمة جيل كامل. ايه اللي فكرك بالدين دلوقت؟ هي دي حاجة تتنسي يا رتيبة؟ مش بيقولوا الدين هم بالليل ومزلة بالنهار؟ ومن سمعك البخت الميل له ناسه اللي ما شفت يوم اتحدت عنه. الله، وانت صاحية من النوم بقى عشان تسممي بدني ولا ايه؟ الله، مش انت اللي بتشتكي؟ احنا علينا 200 جنيه لاخويا يوم ما عملنا عملية الواد حمادة. و100 جنيه خدناهم من ابويا عشان كسوة الشتاء، و150 بتوع خالي. رتيبة. ايه؟ واحنا خدنا 150 جنيه من خالك. ايه؟ انت هتستعبط ولا ايه؟ تمن الكاسة اللي اشتراه من بورسعيد يوم ما راح يشتري الستاير. بقى كده 450 و120 جنيه خدتهم من زميلي في الشغل يوم ما عملت لي الليله عشان تصيفي، يبقوا 570 جنيه. الديون مش مهمه يا عبد الصمد، الناس صابره ومحدش بيطالبنا. امال ايه المهم بس يا رتيب؟ المهم هنجيب منين نسد المصاريف اللي ورانا. محمود عايز له مش اقل من 200 جنيه دروس خصوصيه، والمراتب اللي اتهرت عايزه تتنجد، والتلاجه الخربانه عايزين نغيرها. خلاص خلاص، كفايه يا رتيبه، كفايه. كفايه؟ كفايه ايه؟ انت بتقفل في الكلام عشان ما اجيبلكش سيره الكيتشن ماشين. الايه يا اختي؟ الكيتشن ماشين دي مفرمه وعجانه وعصاره. ولا انا يعني ما استاهلش؟ صحيح قضيت العمر في قهر، هو العمر فيه كام شهر. حاضر يا رتيب، حاضر يا حبيبتي، اوعدك ان انحرف واجيب لك كل اللي انت عاوزاه. تعرفي يا رتيبه، انت عيبك الوحيد انك رومانسيه. اتفضلي يا ستي، مبروك عليكي. الفلوس دي طبعا بعد خصم المصاريف والاكراميات والشحن لازم منه يعني. متشكره قوي يا ابي. اديهم يا اختي قبل ما تشكريني. اللي انا مستغربه له ازاي استثمرت الفلوس دي بالسرعه وبالبساطه دي. ما انا قلت لك قبل كده، هي الست فيفي بتاخد اذون استيراد من الشركه، بتستورد بيها البضائع اللي هي عايزاها، بتاخد منك ومن غيرك وبتستفيد، والكل بيستفيد، والشركه كمان بتاخد عموله وتستفيد. الحقيقه ست مخها كبير، ست عبقريه. مش هتعرفني عليها بقى؟ ضروري في اول فرصه. قولي انت اخدت نصيبك؟ نصيبي دي ايه يا بنت؟ دي فلوسك، انا ما عملتش حاجه. ازاي بقى؟ انت اللي شغلتها. لما بقى احط حاجه من جيبي في العمليه الجايه ان شاء الله. مش ممكن. اسمعي الكلام يا بنت. مستحيل، ما تحاولش. أنا كل اللي يهمني يا سلوى إني أنا أشوفك سعيدة ومبسوطة، وحالة اليأس اللي شفتك فيها دي تتخلصي منها نهائي. أنا مش عارفة من غيرك كنت هعمل إيه.
انت انسان ذكي وبتعرف تستثمر الفرصه وتستثمر الفلوس. انت بلا فخر نموذج هايل للانسان العصري. يا ستي من زمان وانا اقول للامينه المثل البلدي، مفيش حاجه اسمها فقر، في حاجه اسمها قله حيله. ايه ده يا ابي؟ ايه انت قلعت الدبله؟ يعني بره البيت بس. تعرف انا دلوقتي ابتديت اشتغل مع ناس جداد ولزوم الشغل، يعني ما احبش حد يعرف ان انا متجوز. انت طبعا فهمان يا سلوى. طبعا فهمان. مش عايز تعمل شوشره، خصوصا يعني لو عرف انه امينه. بالظبط. انا عزائي الوحيد ان انت يا سلوى حاسه باللي جوايا وفهماني كويس قوي ومقدره موقفك ناحيه امينه. لكن باباك ومامتك بقى يا لطيف على طول بحس في عينيهم بنظرات الاتهام. اتهام ايه بس؟ وانت ذنبك ايه يعني؟ ما تاخدش في بالك. هما كل الحكايه انهم مش قادرين يصدقوا لحد دلوقتي ان امينه في السجن. ويعني انا اللي مصدق؟ ده انا هتجنن. ما عندكش فكره زيارتها دلوقتي بالنسبه لي بقت صعبه قوي. وكل ما اتخيل انها عايشه في وسط المجرمين وقتالين القتله بتعب قوي. ما بنامش. بقيت احسد الناس انهم بيناموا وانا ما بنامش خالص من كتر الهم اللي انا فيه. ومين سمعك؟ عشان تعذروني لما اقول لكم مش قادره ازورها. الاخلاق. اكتب يا ولد. يا جد حضرتك اديتني الدرس ده امبارح واول امبارح. ومال في الاعاده افاده والتكرار يعلم الحمار. الاخلاق. اكتب. ما تحسن خطك يا ابني. ايه ده الاخلاق قاف مش الاخلاق كاف. انت كاتبها بالكاف. مش عارف اكتبها. احسن قوم نام. مش جاي نوم. يا سلام سهيل حضرتك قوي زي ابوك. يلا يا عمرو. يلا يا حبيبي يلا على سريرك يلا. لا ما بابا يجي. بابا هيتاخر وانت عندك مدرسه الصبح. يلا قوم. تصبح على خير يا جدو. انت من اهل. انت مال خلقك بايديا كده؟ الله مش تصبر على الولد؟ مش كفايه مش لاقي اهتمام من ابوه؟ هنبقى احنا كمان. تالت مره اشرح له نفس الدرس وبيخلط. غلط بسيط. وبعدين انت دايما تقول ان عمرو شاطر. خلص له المقرر كله السنه لسه ما فاتش منها شهر. كل يوم اللي اقوله اعيده بقت حاجه زهق. اكتبي ما تقومي تطلبي لنا العشاء. هتاكل دلوقتي؟ ده احنا متغدين النهارده متاخر. حاجة نعملها دولة نضيع بيها الوقت. احنا لاقيين حاجة تانية نعملها وما عملناهاش. مساء الخير. ما لسه بدري يا ست سلوى. معلش هي كانت عايزة تمشي، أنا اللي قلت لها تنتظرني عشان أوصلها. على جرحك اتسند واحبس دمعك يا حر، ده الهم بيتولد من بطن شايل مر. على جرحك اتسند واحبس دمعك يا حر، ده الهم بيتولد من بطن شايل مر. اعمل من الصبر مينا ايامنا بحور حزينة، والناس راكبين سفينة تايهة ومش لاقية بر. اعمل من الصبر مينا ايامنا بحور حزينة، والناس راكبين سفينة تايهة ومش لاقية بر. شوفي بقى دي اخر مرة انا هكلمك فيها.
السهر بره البيت ممنوع، انت فاهمه؟ ليه بقى؟ من غير ليه؟ واللي بقوله يتسمع. افتكر انا ما بسهرش مع حد غريب، ده حسين جوز اختي. لا حسين ولا غيره، احنا بقى مش ناقصين كلام الناس. ناس؟ ناس مين؟ انا ما بعملش حاجه غلط. كل اللي انت بتعمليه غلط. احنا طوعناك كتير وفي الاخر اهي جت على دماغنا من فوق. صممتي تتجوزي اللي اخترتيه ومحدش اعترض، ما كملتيش تعليمك وسبناك، اطلعتي وما قلناش تلت التلاته كام. اركزي بقى وعقلي وقعدي في البيت، راحت نختك اللي امينه سايباه امانه لينا لغايه ما يجيلك ابن الحلال. طول ما الناس شايفاكي داخله خارجه على كيفك كده محدش هيتقدم لك ابدا. ومين قالك اني عايزه اتجوز؟ وبعدين بقى اذا كان على الناس اتكلموا وخلاص، مش انا اللي جبت لكم العار. اظن فهمان. لا مش فاهمه. مش فاهمه؟ اللي جابت لكم العار بنتك امينه، ومش ليكم لوحدكم، انا اولكم. امينه؟ ايوه امينه، امينه الامينه النزيهه الشريفه. امينه مظلومه، اكيد في حاجه غلط حصلت. امينه اعترفت واتحكم عليها، ورغم عملتها دي جوزها لسه باقي عليها. جوزها؟ طب ده ابوكي بيقول. ابويا لازم يدافع عن بنته، ولازم يدور على حد تاني يلبسه التهمه غيرها. بقى اختك مجرمه في نظرك يا سلوى؟ مش انا اللي حكمت عليها. الحقيقه بتقول ان امينه مظلومه، ولازم تتاكدي من كده يا سلوى. يا بنتي ما تقسيش عليها، ما تظلمهاش. انا اللي بظلمها برضه. امينه ظلمتنا كلنا، وانا بالذات. امينه ما فكرتش غير في نفسها، كانت انانيه. بتقولي ايه يا سلوى؟ امينه؟ ايوه امينه. امينه قضت عليا، قضت على مستقبلي واحلامي. اتكلميني عن الجواز. تقدري تقوليلي في راجل محترم يرضى يتجوز واحده واختها محكوم عليها بعشر سنين سجن؟ انا خلاص بقى زي زيها، هي مسجونه جوه السجن وانا مسجونه براه. عشان كده مش عايز حد يكلمني ويقولي رايحه فين وراجعه امتى. انا حر اعمل اللي انا عاوزاه، سامعه؟ هعمل اللي انا عاوزاه، وسيبوني في حالي بقى. الصبر هان ولا استكان، ولا في زماننا ملوش مكان. احلامنا ماشيه بجرنا، ومشينا سابقين الزمان. سيبنا المتاهه تلفنا، ولبسنا توك مش قدنا. بقى كل صوت بيقول انا، ويجي من بعد الطوفان. ليه الطريق بينا انحرم، ومشينا عاشقين الطرف قبلت عينينا.